وحول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتور دوميت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي من جديد. مرحبا بك دكتور دوميت، تسمعني الآن؟ أكيد جيدا. مرحبا بك معنا. ما سبب هذه الأعاصير، ثلاثة أعاصير في وقت واحد، وأيضا وفق معلوماتي، أرجو أن تصحح لي إن كانت خاطئة، أنها في وقت مبكر، يعني وفق فصل الشتاء، لا تأتي عادة الأعاصير في مثل هذا الوقت، صحيح؟ بكل تأكيد بكل تأكيد. نحن اللي حذرنا منه اعتبارا من سنة 1992 بدأنا بتحذير خطير جدا من أسباب التغير المناخي العالمي. التغير المناخي تأثيره خطير جدا، هنالك كتل هوائية على سطح هذا الكوكب تتغير وتتبدل بسرعة فائقة، إن كان بالحجم أو بسرعتها أو بموقعها أو بطرق التعامل مع كتل أخرى. نحن واصلين، نحن اليوم بلشنا بالأزمة الخطيرة يلي بدها تدفع ثمن الكوكب كتير غالي. نحن قادمين على أخطر بألف مرة من هذا الموضوع خلال الخمسين سنة القادمة. في حال بدهم يعني أفهم منك دكتور دوميت أن سبب هذه الأعاصير وتوقيتها هو التغير المناخي بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى، والإنسان مسؤول عنه. الكميات اللي عم تحترق، كميات الاحتراق، الوقود الأحفوري ومشتقاته، كمية الحرارة اللي صارت على سطح الكوكب. أولا في عنا كتل هوائية معينة تتأثر بضمن الفلك العالمي، الفلك المناخ العالمي، وبيكون عندها من ألوف السنين نظرة واحدة ومسار واحد تتأقلم بطرق علمية. عند مسار في عنا كميات خلل، أصبح خلل هناك من الوقت. نعم، أصبح هناك خلل غير هذه المنظومة التي تتحدث عنها. الخلل اللي صار من جراء احتراق كميات ضخمة يوميا من الوقود، وما زلنا وعلى ازدياد، والخطر الأكبر رح أعطي معلومة كمان مرة تانية وتالتة. نعم تفضل. كمية CO2 بالجو يلي هي المسؤول الأول عن الاحتباس الحراري وعن تغير المناخي. ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون. الجزء لازم يكون حد الأقصى لإلها 250 جزء بالمليون. هيدا الحد الأقصى تدل المناخ الطبيعي. طلعت ل 350 وهلأ صرنا ب 407 أجزاء بالمليون، ورايح على 500 جزء بالمليون، ورايحين على تدهور مناخي عالمي خطير جدا تتأثر به كافة أرجاء الكوكب. وهون الخطر الأكبر. بكرة حتشوف المناطق العربية وبالمناطق المتوسطية وبأماكن كتير عواصف وتتحول لكوارث. وهيدا الوضع الكارثي اليوم اللي نحن عم نعيشه، يلي تأثيره على الإنسان كتير كتير صعب. وهيدي الخطر الأكبر. بكرة عندك الخطر السفن، خطر كميات الماء اللي بدها تنكبر على اليابسة، الخطر الزلازل الضخمة، خطر الفيضانات، هيدي كلها بعدها. والخطر الأكبر لغاية اليوم ما صار في ولا أي استراتيجية عالمية موحدة لحماية هذا أو للتصدي لموضوع التغير المناخي الذي هو السبب الرئيس كما ذكرت. أشكرك على كل هذه المعلومات وهذه المداخلة الدكتور دوميت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من بيروت.